هلا هذا المحرك عم نطلع عليه من الجهه الثانيه، راح تشوفوا هون هي تاكو جنريتر، هدول السلكين اللي طالعين منه هدول تاكو جنريتر حتى يعطوني فيدباك. تاكو اللي اخذ ماشينز متذكرين تاكو جنريتر؟ تاكو جنريتر هذا بنستعمله حتى يعطيني سبيد فيدباك، وبعطيني كذا فولت لكل 1000 ار بي ام. يعني مثلا اكزامبل يمكن يعطيني مثلا 20 فولت لكل 1000 ار بي ام، بعطينا فولتج. هذا هو عباره عن دي سي جنريتر، بيرمننت ماجنت دي سي جنريتر. فالتاكو جنريتر هو بيرمننت ماجنت دي سي جنريتر، هي السلكين تبعهم. عشان اسهل الصيانه بامكاني امسك هاي القطعه واسحبها افك البلاك. افرض بدك تبدل هذا التاكو جنريتر بامكانك تفك هذا من هون. هلا هذا هو البلوك، هذا التيرمينال بلوك من هون اللي بيحتوي كل التيرمينالز تبعت الدي سي موتور اليونيفرسال موتور. في 1 2 3 4 5 6 7. هلا هذا مش متاكد لايش هذا السلك، بس هذول السلكين هم او في السلكين هذول هي هم هذول الاثنين اللي هم اظن داخلين هون، هذول اطراف التاكو جنريتر. وبعدين في عندنا اربع سلاك بتروح على المحرك، اثنين للفيلد واثنين من الارمتشر، وفي عندنا كمان حتى الارمتشر بيطلع منها عدد من الاسلاك. شايفين هذا البلاك؟ البلاك هذا بمسكه وبشبكه على البلاك اللي هون. طبعا هذا بسهل عمليه الصيانه مش هيك؟ اذا بدي افك المحرك هذا كله مش معقول اني ارجع افك كل الاسلاك من هناك، بس بفك هذا البلاك وبعدين بفك هذا المحرك. طبعا هذا المحرك حتى تفكه في عندك الاشارت، كيف بدك تفكه؟ بدك ترخي الاشارت، بدك ترخي المحرك من مكانه حتى يصير سهل اني اشيل الاشارت، او اذا بدي ابدل الاشارت بعدين حتى اقدر اشيل المحرك وابدله هون. هذا هون هذا هو اليونيفرسال موتور الثلاث اسلاك. صعب نشوف التوصيلات الداخليه، بس هذا رح يطلع تنين من الفيلد وتنين من الارمتشر، ويطلع اكثر من تنين من الارمتشر عشان اقدر كمان اغير السرعه واغير الفيلد.